حياكم الله. قال وزير الخارجية فؤاد حسين أن مباحثاته مع نظيره الإيراني بالإنابة علي باقري في بغداد تناولت إشارات خطيرة على احتمال الهجوم على جنوب لبنان، محذرا من أن توسيع بقعة الحرب ستؤثر على المنطقة كلها. من احتمال الهجوم على جنوب لبنان وتوسيع بقعة الحرب إلى لبنان، لا سامح الله إذا حدث هجوم على جنوب لبنان فإن هذا سوف يؤثر على عموم المنطقة، وتوسيع الحرب خطر ليس فقط على لبنان ولكن خطر على المنطقة. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري أن على العراق وإيران مسؤولية إقليمية لتعزيز الأمن في المنطقة، مؤكدا أن رؤية بلاده تتمثل بتوسيع العلاقات مع بغداد بنحو شامل. إيران والعراق ركيزتان أساسيتان في هذه المنطقة، إيران والعراق لهما مسؤولية إقليمية من أجل تعزيز أسس الأمن والسلام في المنطقة. لذلك إن النظرة الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية هو تعزيز أواصر التعاون الشامل مع العراق، وفي هذا المجال لا يوجد هناك أي تلكؤ في هذا المجال، ولدينا هذه الإرادة والعزيمة في إيران في أعلى المستويات وحتى في باقي المستويات وفي كل المستويات لدينا هذا الأمر وهذا التوجه، ونرى ذلك أيضا في العراق أيضا. أعلنت مديرية الدفاع المدني في أربيل السيطرة التامة على الحريق الكبير الذي التهم مستودعات في مصفات على طريق كوير، لافتة إلى عدم وجود أي مخاطر تهدد المصافي المجاورة. من جانبه قال محافظ أربيل أوميت خوشناو في تصريح صحفي إن الخسائر الأولية للحريق تقدر ب8 ملايين دولار، مبينا أن سببه شرارة انطلقت من إحدى المولدات الموجودة على متن مركبة وأدت إلى نشوبه في عنبر يحتوي على 500 طن من المواد القابلة للاشتعال بالمصفى. كما أشار إلى أن الحريق تسبب بإصابة 3 عاملين بحروق واختناق 10 من كوادر الدفاع المدني. وجه وزير الكهرباء زياد علي بإلغاء جميع الاستثناءات في توزيع الطاقة وتشكيل فرق يومية لزيارة المحطات الثانوية وتدقيقها ومكافأة المجتهدين ومعاقبة المخالفين المتلاعبين بساعات التجهيز. وخلال ترأسه اجتماعاً مع مسؤولي الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط، أكد وزير الكهرباء على أهمية العدالة في التوزيع بين المحافظات والابتعاد عن المحسوبيات، مشيراً إلى أن هناك خططاً ستتم المباشرة بها خلال 2 يوم لمعالجة مشاكل فك الاختناقات وتأهيل الشبكات. كما شدد على ضرورة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين وتشكيل فرق متابعة لإصلاح الأعطال المفاجئة وصيانة الأسلاك. توقفت خطوط نقل الطاقة الإيرانية في ديالى عن تزويد المحافظة بالتيار الكهربائي. مصدر محلي أكد ليو تي في أن الخطوط الإيرانية ديالى مرسادة وخانقين سربيل زهابة توقفت لأسباب مجهولة، ما تسبب في تراجع ساعات التجهيز في المحافظة خلال الليلة الماضية. هذا وتعاني ديالى من تردي معدلات التجهيز بالكهرباء وتكرار انقطاع التيار إثر تذبذب الخطوط الإيرانية وتكرار انقطاعها لأسباب فنية ومالية بين الجانبين العراقي والإيراني. بحث نزار قحطان وكيل وزير الكهرباء مع مسؤولين في المثنى إيجاد حلول لمشكلة انقطاع الكهرباء في المحافظة، وفيما أكد وضع خطة لتوفير المواد اللازمة لنجاح القطاع. قال مدير كهرباء المثنى مازن الزهيري إن الطاقة ستجهز بمعدل 4 ساعات مقابل ساعتي قطع.
تم اللقاء مع السيد المحافظ والسادة نواب المحافظ والأخوة ومدراء الإنتاج والنقل والتوزيع في المحافظة. بحثنا مشاكل المحافظة ما يخص قطاع الكهرباء، بحثنا إيجاد حلول لهذه المشاكل، وعقدنا اجتماع مشترك مع قطاعاتنا في مقر التوزيع، وبالتالي وضعنا خطة لنجاح عمل قطاع الكهرباء في المحافظة. سيكون هناك صلاحية لقطاعات النقل والتوزيع إضافية، إضافة إلى بحثنا توفير المواد اللازمة لنجاح عملهم وتقديم خدمة للمواطنين في مقر المحافظة والأقضية والنواحي. سيكون تجهيز في المحافظة إن شاء الله بساعات تجهيز معدل 4 ساعات مقابل 2 قطع حسب توفر الطاقة، تجهيز طاقة كهربائية من الخطوط وحسب استقرار المنظومة الكهربائية من الخطوط المجهزة. وسيكون سيتم مراقبة على هذا التجهيز من قبل الوزارة مباشرة. قال عادل كريم وكيل وزير الكهرباء لشؤون الإنتاج خلال زيارة تفقدية لمحطات الكهرباء في كركوك إن محطة تازة أصبحت جاهزة للعمل، ومحطة الدبس شبه جاهزة بعد توقفها لأكثر من 20 عاما، مبينا أن المحطتين سترفدان الشبكة الوطنية والمحافظة ب 800 ميجاوات. اليوم قمنا بزيارة محطة كركوك الغازية، 3 وحدات كملت صيانتها، والآن المحطة تعمل بكافة طاقتها بحدود 500 ميجاوات، والمحطة جاهزة للعمل. وهي زيارات تفقدية يومية لكافة محطاتنا على مستوى العراق، واليوم هسه بعد هذه المحطة وسوف نزور محطة الدبس الغازية. المحطة هذه كانت متروكة لمدة أكثر من 20 سنة، تم إعادة تأهيلها واتفاق مع شركات عالمية لإعادة نصبها. الحمد لله وشكر المحطة الآن شبه جاهزة للعمل، من المأمل تتم افتتاح المحطة بعد العيد، وهم تزيد إلى شبكة الوطنية ومحافظة كركوك الحيوية بحدود 300 ميجاوات إضافي. وعن حاجة العراق من الطاقة، قال وكيل وزير الكهرباء لشؤون الإنتاج إن البلاد بحاجة إلى نحو 50,000 ميجاوات متوفر منها 26,000 فقط. نتابع. هذا الصيف نقدر عليه اللي نوفر من الطاقة حسب إمكانيات المتوفرة نوفر للمواطنين وبشكل مستدام، ولكن لا يخفى عندكم أن العراق الآن درجة الحرارة مرتفعة وتحتاج العراق بحدود 50,000 ميجاوات، يعني أي لدينا نقص بحدود 24,000 ميجاوات إضافي. الوزارة قامت بمجموعة من العقود مع شركات عالمية، هذه العقود تجاوز 15,000 ميجاوات إضافي، ودولة خصصت أموال كبيرة جدا، ولكن نتاج هذا العقود سوف تظهر بعد 2 أو 3 سنوات. والتارجت الرقم اللي احنا في الوزارة حددناه هو إضافة نوصل إلى رقم 55,000 ميجاوات من 3 إلى 4 إلى 5 سنوات. شكرا. في شأن آخر، قال المتحدث باسم حزب السيادة خالد المفرجي في حديث لبرنامج مع ملا طلال إن الطريق أصبح سالكا أمام المرشح سالم العيساوي للفوز في انتخاب رئيس مجلس النواب، وذلك بعد تشكيل كتلة المبادرة وخروجها من حزب التقدم. أصبح الطريق سالك أمام السيد سالم العيساوي. شلون؟ اليوم الأخوة أمام الإطار كانوا يتحججون بموضوع الأغلبية، والإطار كانوا يتحججون أمامنا بموضوع الأغلبية. الآن حتى هذه الحجة اللي احنا غير مؤمنين بها أصبحت غير موجودة عمليا على أرض الواقع. شلون احكي لي بالأرقام؟ الأرقام اليوم أصبحت أرقام، يعني الأخوة أنت 37 راحوا منهم 8، ما أصلا ماكو 37، 29 جوهم 2، 31 أنتوا ايش قد؟ هاي تقدم داعش. نعم احنا في اخر اجتماع في منزل السيد خميس الخنجر 36 ناب، انا عادهم بيدي أنا عادم بيدي حسبتهم 1 2 3 عادم 36 نائب، غير أنه آخر جولة السيد سالم العيساوي حصل على ما لم يحصل عليه أحد. ركود تشهده الأسواق في موسم يفترض فيه ارتفاع معدل الحركة التجارية، درجات الحرارة وسعر الصرف وغيرها أسباب أدت إلى ضرب الموسم التجاري قبل العيد في أسواق العاصمة بغداد. يأتي العيد على وقع ارتفاع درجات الحرارة واستمرار تأثير التقلبات الاقتصادية على الأسواق، عاملان غيرا من ملامح الحركة التجارية في الأسواق الكبرى في العاصمة. الشورجة، السوق العربي،
وغيرها من الأسواق التقليدية للتبضع خلال العيد تعاني من ركود نتيجة ارتفاع درجات الحرارة خصوصا خلال النهار، الموعد الذي تفتتح فيه تلك الأسواق، إلى جانب سباق الدولار والدينار المهيمن على الحركة التجارية في عموم العاصمة. فيما فاقمت المشكلة تهديدات إزالة بعض الأسواق القديمة وبسطاتها خصوصا في منطقة الشورجة، عوامل غيرت بوصلة البغداديين التقليدية في الحصول على احتياجات العيد. هاي وضعية الشورجة، سوق ماكو والورق صاعد، هاي قبل فترة وهسه وضعياتها للبسطيات، العالم ما تسوم تخاف، لا ما أنا خاف تعزلها، وناس على باب الله وعايشين على البسطيات وصاحبين عوائل، شوف ذول أهل البسطيات يعني مين تجيب العالم، وهسه شغل ماكو متوقف. احنا حتى ما سوقنا والله، ما سوقنا، نعرف ماكو ناس، الناس ما جايك تجي كل سنة، يعني قبل العيد 15 يوم العالم علي تيجي توصل للسوق، بس هسه ماكو. الدولار من جهته شهد ارتفاعا أمام الدينار قبيل أيام على العيد بعد أن كان مستقرا في الفترة الماضية، لتسجل أسواق الصرف وصوله إلى حدود 147 ألف دينار لكل 100 دولار، ارتفاع عزاه اقتصاديون إلى زيادة الطلب على الدولار لغرض التجارة خصوصا خلال موسم الصيف، وتعقيدات الحصول على الحوالات التي دفعت التجار إلى التوجه نحو السوق الموازي بشكل مكثف. أما الآن بعد ما انتهت الامتحانات والسوق استقر وبدت الدولة، المسافر يحتاج دولار والتاجر يحتاج دولار، لأن السوق والأسواق تتحرك بالصيف بسبب الحاجة إلى استهلاك بعض المنتجات اللي هي أغلبيتها مستوردة، فيصير الضغط على الدولار. أما الآن شوف تأخير الحوالات الآن في البنوك تستغرق 15 و20 يوم، خلى التاجر يتوجه لمن؟ للسوق السوداء أو السوق الموازي يسحب حتى يغطي حوالاته. ومهما كانت التقلبات الاقتصادية حاضرة، يشكل العيد حركة للعجلة الاقتصادية، فيما تواصل الأسواق الموازية للدولار هيمنتها على المشهد الاقتصادي، مسببة ارتفاعا ملحوظا في سلع كافة خصوصا مع اقتراب المناسبات. من بغداد، علي أسد، يو تي في. عوامل اقتصادية وسياسية أضعفت القدرة الشرائية لدى المواطن في نينوى، وانعكست سلبا على الأسواق التي بدت في حالة ركود رغم اقتراب عيد الأضحى المبارك. تشهد الأسواق العراقية تراجعا في الإقبال والحركة التجارية بخلاف المعتاد في مثل هذه الأيام السابقة لعيد الأضحى. عن نبي يونس، أكبر الأسواق التجارية في الموصل، أصبح الإقبال عليه محدودا بحسب تجار ومسوقين، أرجعوا الأسباب إلى تأخير صرف الرواتب وتراجع قيمة الدينار أمام الدولار، ما أسفر عن ضعف القدرات الشرائية. أثر رفع الدولار على الحركة التجارية وعلى إقبال الناس على التبضع اختلفت كلتها، قلت نسبة المشتريات عند التاجر وعند المشتري. من جانب ثاني، يرى آخرون أن أسباب الركود لا تقتصر على العوامل الاقتصادية فحسب، لكنها تتأثر أيضا بعوامل سياسية. يعني تشوف الوضع حيل تعبان مكركب، يعني المواطن حركته مع معنويات السياسيين، السياسيين أمورهم ماشية، المواطن أموره ماشية، السياسيين أمورهم ما ماشية، المواطن أموره ما تمشي. ومع قلة الطلب على السلع يضطر أصحاب المحلات إلى تخفيض أسعارها وتقليل نسب الأرباح للحفاظ على حركة السوق. لم تعد سيارته العتيقة مجرد وسيلة نقل، بل أصبحت علامته خلال تنقله من بلد إلى آخر للتعرف إلى الثقافات المختلفة. الرحال السعودي مبارك الشيباني حط رحاله مؤخرا في البصرة كأول محطة سينطلق منها لزيارة بغداد ومحافظات أخرى خلال جولة نحو أوروبا. بسيارته العتيقة طراز شافرلي من إنتاج عام 1969، وصل الرحال السعودي مبارك الشيباني إلى البصرة قادما من مكة المكرمة. السلام عليكم، حياك أخوي. البصرة محطته الأولى في رحلة مكوكية سيجوب بها مدن العراق ومنها إلى أوروبا عبر تركيا. ما زرت إلا البصرة بكوني أني أنا أول مرة أدخل من الحدود، هي أول محافظة يعني. إن شاء الله المحطة الثانية حتكون في بغداد بأمر الله، وبعدها على كردستان، وبعد إن شاء الله على تركيا. يعني خليتها على قارتين اللي هي قارة آسيا
والشرق الأوروبي اللي هي دول بلغاريا إلى فرنسا. شغفه بالترحال والتعرف على الثقافات المختلفة دفعه إلى السفر متحديا العوائق. جال الشيباني أماكن عدة قاطعا آلاف الكيلومترات، لكن في البصرة التي اعتاد أهلها على إكرام الغرباء وجد فيها ما لم يجده في غيرها من المدن. يعني من دخلت من الحدود العراقية لحد ما وصلت البصرة الكل يرحب والكل يهلي والكل يعزم، وهذه بادرة طيبة وموروثة في أهل العراق. وأنا من هذا المكان أتشكر لأهل البصرة ولأهل العراق كافة على كمية الترحيب وكمية الحفاوة. ما رآه الشيباني في البصرة هنا ترك انطباعا إيجابيا لديه، وتلك صورة سينقلها إلى البلدان التي يزورها، ما يشجع العرب والأجانب على تكرار تجربته. سعد قصي، UTV، محافظة البصرة. من UTV كانت هذه جولتنا الإخبارية. إلى اللقاء.